في خطوة من شأنها دعم نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صوت البرلمان التركي الأربعاء ضد إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق العام الماضي. وأجري الاقتراع سرا لكل مسؤول على حدة بشأن إحالة كل من وزير التنمية الحضرية السابق أردوغان بيركتار، ووزير الداخلية السابق معمر جولر، ووزير الاقتصاد السابق ظافر جاجليان للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد. وكانت نتيجة التصويت متوقعة، إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان. ويغلق هذا التصويت واحدا من آخر مسارات التحقيق المثير للجدل في البلاد بعد أن أسقطت في مايو قضايا سابقة بحق 53 شخصية من الدائرة المقربة لأردوغان. ويعتبر الرئيس التركي فضيحة الفساد التي اندلعت نهاية عام 2013 مؤامرة من أعدائه السياسيين ضد حكمه. وكان تقرير للشرطة جرى تسريبه في وقت سابق العام الماضي أشار إلى أن رجل أعمال إيراني قاد مجموعة يعتقد أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروض عليها، مما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز. وزعم التقرير دفع ريشا لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك، فضلا عن الرئيس التنفيذي لمصرف تديره دولة التركية، لكن الوزراء المتهمين والمسؤول نفوا أي تجاوز، وقدم 3 استقالاتهم فيما فقد الرابع موقعه في تغيير حكومي لاحق. جيهان لطفي، رويترز.